مستمعين أهلا ومرحبا بكم في قرآنيات. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. نتفرج اليوتيوب، الله أكبر الله أكبر، شوف الإعجاز العلمي في القرآن. إيه الإعجاز العلمي في القرآن؟ هل يا أخي مالك إحنا مخلوقين كده من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب؟ مثل ما حكيت الآية، الصورة موجودة هي على الشاشة، الجزء في صورة الطارق في الآية 5 للآية 8. فلم تقول الآية أني يخرجوا من بين الصلب والترائب، مثل ما فضلتي وقلتي أني البعض يرى أنها إعجاز علمي في القرآن، ولكن خلينا نشوف أني فعلا الترائب ماذا تعني في اللغة العربية الترائب، وماذا قال المفسرون عن معنى الترائب، لنرى إن كانت أعجازا أم لا وليست أعجازا. تفضل. الطبري، رحنا عن طبري 6 صفحات عن معنى الترائب، نجد في المعنى التالي: المعنى الأول الترائب موضع القلادة مصدر المرأة، إذن هون الترائب موضع القلادة. الحمد لله أنا مش لابسة قلادة. ها طيب. الموضع الكلام بين المنكبين والصدر، المنكبين والصدر. نعم. الآلة يبدو واضح من موضع القلادة. التفسير الثالث والطريف: الترائب هو اليدان والرجلان والعينين. يعني البني آدم كله. هذا هو الترائب، بمعنى الأطراف زائد العينين. الرابع: يخرج من بين الصلب والترائب. الترائب هنا يخرج من بين صلب الرجل ونحره، إذن أصبحت الترائب لدى الرجل لوحده. نعم. إنه هذا التفسير موجود، يخرج من بين صلب الرجل ونحر الترائب، إذا نحر الرجل. نحر الرجل اللي هو إيه؟ نعم، النحر يبدو الطرف الجانبي في الجانب. نعم. المعنى الترائب هي الأضلاع التي أسفل الصلب، يبدو هالمنطقة أعتبرها الأضلاع. ثم المعنى الأخير: الترائب هي عصارة القلب أو الدم يبدو أو ما شابه، يعني لا أعرف ماذا يقصد المفسرون بمعنى عصارة القلب. فإذا حسب هذا التفسير أن تشكل الإنسان يبتدئ يعني من خروج مادة سائلة، سواء من الترائب أو المنكبين أو النحر أو ما شابه. طب أو يعني هم اختلفوا برضو في نفس الكلام ده، هم بيقولوا إعجاز علمي إزاي؟ في الحقيقة لو نحن نعرف ماذا يقصد بالترائب كان ممكن نتوثق إذا كان إعجاز أو لا إعجاز، ولكن لما بناخذ هالست حالات وكل حالة بحد ذاتها بنقبل فيها نكتشف أني غير علمية. بالضبط. يعني ما هو دور عصارة القلب أو ما هو عصارة القلب أو ما هو دور المنكبين أو ما شابه، هذا السائل الذي يخرج منه الإنسان. عصارة، هنقول عصارة القلب أن في الدم الإنسان بيتخلق من الدم والكلام ده كله. نعم. يا أخي مالك، ما هو ده برضو مش إعجاز علمي، ما أي واحد ممكن يقول إحنا مخلوقين من دم ولحم مثلا. نعم. الأخت فرحة، النقطة هو الواضح أن كان هو أنت شفتي هذا المثل قدمتي، نحن مخلوقين من دم ولحم على سبيل المثال. فأكيد كاتب القرآن كان يفكر بلغة ما يسمى يعني بلغة عصره، يعني كان الناس هيك تنظر. والدليل أن لغة عصره، الطبري في تفسير يحسن الخلاف بقوله أن التراب هو موضع القلادة من المرأة حيث تقع عليه من صدرها، لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب وبه جاءت أشعارهم. فإذا هذا هو التراب بشكل قاطع. فالقرآن لما قدم للمسلمين قال لهم يخرجوا بين الصلب والتراب، قدم لهم يبدو تصورات، الواضح أن كان العرب يعتقدوا أن هالمنطقة لها دور في عملية تكون الإنسان أو الجنين أو الولادة. فالقرآن عكس تصورات عصره. أيوة. مثل ما قلت هذا المثل الشعبي، الإنسان مخلوق بين دم ولحم، فهو قال لهم كمان في لغة عصرهم أن يخرجوا بين الصلب والترائب، هو جاراهم يعني. شكرا أخي مالك. إذن ده مش إعجاز علمي، ده اسمه عجز علمي بالذمة. في بني آدم بيتخلق من عظم المرأة، هي البويضة بتنزل من عظم صدرها ولا منين بالظبط؟ أرجوكوا ابعدوا بقى عن موضوع الإعجاز العلمي للقرآن، لأن فعلا صبح دلوقتي حتى في بالإنجليزي اسمها ريبس. فإذا هو عجز علمي. شكرا جزيلا، سلام المسيح ليكم، ونشوفكم في الحلقة القادمة في برنامج قرآن. شكرا لكم.